نتعرف على أصحاب الجوائز، جوائز سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيم التشجيعية لملاك الخيول المواطنين، ما شاء الله علي حصل 5 مرات على 19 عين جيم كرمان و 18 ونص، 19 19 19 19 19 في الرأس والعنق الجسم والانسياب، 17 ونص 17 ونص 17 ونص، 18 17 ونص. قوائم 15 ونص 16 16 15 ونص 15 ونص. تسعة وثمانين فاصلة تسعة من النقاط حصل عليها عين جيم كرمان المملوك لي مربط الطيار للخيول العربية، وبنوافيكم بعد قليل إن شاء الله بالنتائج النهائية والخمسة الفائزين الأوائل في هذه الفئة، وبنعرف أيضا الثلاثة اللي فائزين في بجائزة سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التشجيعية لملاك الخيول المواطنين. نشوف إن شاء الله بعد قليل.